بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري برقم 472. لم تكن السنوات كما هي السنوات العادية، ولم تكن الأشهر أو الأيام كما هي الأشهر أو الأيام الطبيعية مما كان قد مر على الأمة العربية والعراق إبان العدوان الإيراني، ولم يكن كثرا أولئك الذين أدركوا مخاطر ما كان قد خطط له الأعداء ضد الأمة وما كان سيصيب أقطار الأمة في مشرقها أو مغربها والآخرين لو تحقق فأل الخائبين. وكان الأخ جابر الأحمد الجابر الصباح من بين مقدمة الرجال الذين أدركوا بوعي كاف وبصيرة نفاذة مخاطر الخطر القادم من الشر، لا على العراق حسب وإنما على الأمة وأمنها وعلى الكويت أيضا. فكانت وقفته ووقفة شعب الكويت الشقيق ذات مكانة خاصة في نفوسنا وذات تأثير أكيد في مجرى الصراع لصالح الأمة وإلى جانب نصرها العظيم. لقد تصور الخائبون بأنهم قادرون على تغيير موقف بعض دول الخليج العربي بشتى الوسائل، ومنها وسائل التهديد والوعيد والضغط والعدوان، إلا أن الكويت الشقيقة قد وقفت بوعي وبسالة. المبارك الكبير لأعلى مساهم في الكويت التغذية الحرية لخدمات الأمة العربية، أرجو لك التوفيق والسداد والعزة دائما.